السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. نتائج ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز وترتيب الهدافين ونتائج مباريات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، بعد تعادل الإسماعيلي أمام المقاولين العرب في الدوري المصري في الجولة 27. نتعرف على نتائج اليوم، نتائج مباريات اليوم، ثم نتعرف على ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم وترتيب الهدافين. اليوم الثلاثاء 15/9 مصر المقاصة فازت على نادي مصر 3-0، أحرز الأهداف عمرو مانع في الدقيقة 16، تشيمليس بيكيلي في الدقيقة 92، وصلاح أتيف في الدقيقة 95. المقاولين العرب تعادل أمام الإسماعيلي 1-1، أحرز هدف الإسماعيلي محمد الشامي في الدقيقة 7، وتعادل المقاولين العرب بقدم محمد الشيمي في الدقيقة 42. الآن نتعرف على ترتيب فرق الدوري المصري وترتيب الهدافين. عندنا في المركز الأول الأهلي ب 72 نقطة، في المركز الثاني الزمالك ب 55 نقطة، المقاولين العرب في المركز الثالث ب 48 نقطة، بيراميدز في المركز الرابع ب 45 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز الخامس ب 37 نقطة، مصر المقاصة في المركز السادس ب 36 نقطة، إنبي في المركز السابع ب 35 نقطة، سموحة في المركز الثامن ب 33 نقطة، أسوان في المركز التاسع ب 31 نقطة، الإسماعيلي في المركز العاشر ب 31 نقطة، الإنتاج الحربي المركز الحادي عشر ب 30 نقطة، طلائع الجيش في المركز الثاني عشر ب 29 نقطة، الجونة في المركز الثالث عشر ب 28 نقطة، المصري البورسعيدي في مركز الجونة في الثالث عشر، مصر البورسعيدي في مركز الرابع عشر ب 28 نقطة، وادي دجلة في مركز الخامس عشر ب 27 نقطة، حرس الحدود المركز السادس عشر ب 26 نقطة، نادي مصر في مركز السابع عشر ب 19 نقطة، وطنطا في مركز الثامن عشر والأخير ب 17 نقطة. بالنسبة لترتيب الهدافين، في صدارة ترتيب الهدافين عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ب 16 هدف، في المركز الثاني محمد شريف لاعب انبي ب 10 أهداف، في المركز الثالث مصطفى محمد لاعب الزمالك ب 9 أهداف، وسيف الدين الجزيرة لاعب المقاولين العرب، المركز الرابع حسام حسن لاعب سموحة ب 8 أهداف، ووليد سليمان لاعب الأهلي، في المركز الخامس والتر بوليا لاعب الجونة ب 7 أهداف، وفي المركز السادس أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري ب 6 أهداف، ومروان حمدي لاعب وادي دجلة، وعمرو مرعي لاعب مصر المقاصة، وأحمد سيد لاعب الزمالك، وأحمد شرودة لاعب حرس الحدود، وفادي فريد لاعب أسوان، ونصر منسي لاعب طلائع الجيش. في المركز السابع علي معلول لاعب الأهلي ب 5 أهداف، وأحمد ياسر ريان لاعب الجونة، وباسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي، ومحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، ومحمد سمير لاعب المقاولين العرب، ورامي صبري لاعب إنبي. متابعي الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الثلاثاء 15/9/2020 في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز. اشترك في القناة وفعل زر الجرس ونلاقيك الفيديو، ونراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى وترتيب جديد للدوري المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.